وزير العمل كان بالأمس قد صرح بتصريح شغل الرأي العام وثار جدلا وهو ما عنونته أغلب الصحف الوطنية اليوم. والحديث أكثر عن هذا التصريح تلتحق بنا عبر الهاتف السيدة حسينة زدام مقررة لجنة الصحة بالبرلمان. صباحك سعيدة سيدة حسينة زدام. صباح الخير أخت إيمان، وشاركي لاباس. الحمد لله، شكرا لك. إذن سيدة حسينة زدام، مرة أخرى يصنع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي الجدل من خلال تصريحاته، حيث بالأمس كان قد صرح وأعلن فيه أنه لن يكون هناك علاج وأدوية للمرضى بالمستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية للمواطنين الذين لا يملكون بطاقة شفاء. ما تعقيبكم سيدة حسينة زدام؟ الأخت إيمان، من الناحية التنظيمية يعتبر إجراء مليح، ولكن يبقى هذا الإجراء ناقص، خاطر كاين عائق هنا. كاين كي نديروا الإحصاء من 40 مليون جزائري، شحال من واحد عنده بطاقة شفاء؟ كاين 10 ملايين، أزيدي نفرضوا كاين 20 مليون، نفرضوا كاين 20 مليون عنده بطاقة الشفاء، وال 20 مليون الأخرى وين تروح؟ وين تداوي؟ تموت. وبالتالي سيحرمون هذه الفئه هذه، ال 20 مليون هذه راح تحرم. هذه ماهيش عداله، انا بالنسبه لي ماهيش عداله اجتماعيه، وهذا يعتبر اقصاء في حق المواطن الجزائري. أليس هذا ربما يتنافى مع مبادئ الدستور الجزائري الذي يكفل العلاج لكل المواطنين؟ يعني حتى احنا في نتساءل كيف يمكن انه نضع هذا ربما قرار، خاصه انه ليس اللي ربما نتساءل هل لوزاره العمل ربما الإحصائيات اللازمة لمعرفة من يملك بطاقة شفاء ومن يستحق ربما أن يستعملها، من ربما لما يقول بأنه هناك من يعمل في السوق السوداء ويعني ما عندوش بطاقة شفاء، يعني لا يحق له أن ربما أن يداوي في المستشفيات والمصحات العمومية. يعني هناك بطالين لا يملكون بطاقة شفاء ولا يملكون ربما أي وسيلة ربما تسمح لهم بالتداوي. دونك لازم نلقاو لهم حل، ما نقصيوش هكذا برك الناس، ما نقصيوهمش. هذه خطا، هذه البلاد ماشي تاع مجموعه برك، واللي ماشي خدام ما عندوش المال باش يداوي في العيادات الخاصه وين يروح؟ اختي ايمان يموت، هذا يبقى اشكال مطروح. وبالتالي باش ما يبقاش هذا الاجراء تعسفي لازم نلقاو الحل، وباش ما نحرموا حتى انسان من هذا الاقصاء. يا اما تفتح مستشفى لكل مريض جزائري يستفيد من هذا العلاج، يا اما بطاقة شفاء لكل الجزائريين. جيد، شكرا جزيلا لك سيدة حسينة زدام مقررة لجنة الصحة بالبرلمان، ويلتحق بنا